اي فوق اف شوي يا ابني. عمو من شوي جوه هجدان عندي وطني خمسة مزورة. ارجيني هنا اشوف عمو. لا عمو ما فيها شيء، هي ما هي مزورة بس هي قديمة شوي. خلص راح اخذها انا واعطيك وحدة بدالة جديدة. سيك عمو. عمو هاي ما مثله، هذيك 5 ليرات، هاي 100 ليرة. ايش فرقت؟ كله نفس الشيء. عمو هدول الاغراض كلهم شاط حقهم، أنا بشتريهم منك. عمو هدول كلهم حقهم 25 ليرة. تمام عمو اتفقنا، راح آخذهم. تفضل عمو. لحظة عمو ارجع لك الباقي. لا لا ترجع شيء. هدول حقهم 100 ليرة، أنت ما عرفت تحسبهم. طيب عمو الله يرزقك. الله يسلمك يا عمو. عمو ليش مالك لابس جواب؟ ليش بوطك مشقوق؟ والله يا عمو ما عندي غيره. رضا نعم بابا. تعال عندي نزال ابني شوي. تعال نعم بابا. تمام هيك عمو؟ ايه تمام عمو الله يرزقك. عمو انت مين؟ مين يعني؟ انسان مثلي مثلك. لا عمو انت في جواتك سر. شلون يعني ابني ما فهمت عليك؟ في بقلبك خوف من الله، في بقلبك حنية، في بقلبك ايمان. عمو بتعرف الله شو عم تفيني انت؟ فرحت قلبي من جوا، بعمري ما فرحت هيك فرحة، ولبست بوط جديد. عمو بس بدي منك طلب صغير. تفضل عمو. انا شفتك لما حطيت لي هدول مصاري بجيب جاكيت، انا ما راح اقول لك ما بدي اياهم وما باخذ شي من حدا، بس هلا هدول مو صاروا لي وانت اعطيتني اياهم؟ طبعا عمو. بدي اامن
عندهم أمانة تبعتهم لأخواتنا اللي قاعدين بالخيام، ما عندهم مكان يناموا فيه، عم بيناموا على الواقف بالميات والطوافين. هدول صاروا أمانة برابطك، تفضل خدهم. حالا ما بحس بالفقير إلا الفقير، حسبي الله ونعم الوكيل. وصلت أمانتك. عن ربك ما رح يضيع شيء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يعمل مثقال ذرة